مراكش المدينة الحمراء وعاصمة السياحة بالمغرب على موعد مع تظاهرة فنية كبرى تحتفي بالفنون الشعبية في نسخة هي 52. ترحيب على الطريقة المراكشية بضيوف مهرجان الفنون الشعبية، غناء جماعي متسارع الإيقاع، فاحنا ماشي الدورة الأولى اللي بنا نشاركوا فيها ولا الثانية ولا الثالثة، فاحنا الحمد لله ديما وديما مع البيجا وديما ناشطين مع الناس ومع السياحة الداخلية والخارجية، والحمد لله احنا فرحانين بهذا العرس. رقصة تعكس في جوهرها أسلوب حياة البدو، يشد مؤدوها الرحال من الصحراء إلى مراكش كل دورة لتمثيل فن القدرة. الحمد لله حاضرين وممثلين أقاليم الجنوبية بفن القدرة اللي هو فن عريق وفن صحراوي مغربي نفتخر به كصحراويين وكمغاربة. أهازيج ولوحات فولكلورية بإيقاعات وأنغام شعبية متنوعة تعكس غنى وتنوع الموروث الشعبي المغربي. خمس وثلاثون فرقة مشاركة تصنع برنامج أقدم حدث فني في المغرب. 65 فرقة اللي جاية من جميع النواحي ديال المغرب واللي كتعطي واحد النوعية والاختلاف والتنوع والغناء ديال الفنون الشعبية المغربية اللي هي يمكن تعتبر من أحزى أغنى تراث على الصعيد العالمي. برمجة فنية ترفع من إيقاع الحياة بأشهر ساحات مراكش تحتفي بالفن والفنان المغربي في إخراج يجمع بين الأصالة والمعاصرة. فدوى المرابطي، قناة الغد، مراكش.